الخاصية في الايفون ممكن تكون ما تعرفهاش الجزء السادس. لو حضرتك فاتح اي برنامج او اب في الجهاز ومحتاج انك تدي التليفون لشخص تاني ولكن عايز تحكمه جوه نفس البرنامج، مش عايزه يخرج منه لاي سبب كان، كل المطلوب من حضرتك هتضغط 3 مرات على زرار الباور 1 2 3، هيبدأ يدخلك في حاجة اسمها Guided Access. هتقول له Start، وبعدين هيطلب منك انك تحط باس كود للGuided Access، هنقول 1 2 3 4، وبعدين هيطلب منك انك تأكد الباس كود 1 2 3 4. كده هو دخل في الجايدد اكسس، معناه انه لو حد حب يخرج من الابليكيشن ده مش هيقدر، هو يقدر يعمل كل حاجة من خلال نفس الابليكيشن، ولكن لو حب يخرج منه مش هيعرف. عشان تخرج من الجايدد اكسس ده بتضغط 3 ضغطات تاني على زرار الباور، بيبدأ ان هو يطلب منك نفس الباس كود اللي انت حطيته. بكده هيقول لك اكمل في الجايدد اكسس ولا اخرج منه، فهتقول له اند، هيخرج من الجايدد اكسس وكده تليفونك رجع طبيعي تاني. لو لاي سبب من الاسباب حاولت انك تشغل الجايدد اكسس وما لقيتوش متاح، هتدخل على السيتنجز وهتعمل بحث في السيتنجز على كلمه جايدد اكسس، وتتاكد انها مفعله. ما تنساش لايك وفولو عشان تشوف من ده تاني.